شاطب العصايه او بالخرطوم او بالجسمي. وديني وايمان انا ماسك نفسي، انا لولا بس ابوك كنت فرمته. هي مش وزاره التعليم لغت الضرب في المدارس؟ ايوه. وابوك وزير؟ ايوه. ما تخليش بلا حلف الفرعون ده. هو فرعون كده غير ابويا؟ ايه يا هباب كبيرك انت وهو بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمه في المجتمع وبتبغبغ في الكلام. سمعت اهو من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام من ساعه ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويلو، اقسم بالله يا ويلو، يا منبع عظيم ابدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه او هيه هيلاقيني قاعد في هيه وهيه، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز اسمع صوت. فاهمين. فاهمين. للخلف ضر ايدك على خدودك، اللط مع الخيبه والويبه. ابتدي. هات امي من السجن، هات امي من السجن. من كلب سوري ده بس. انا مش سامع، مش سامع نط من فوق. قلت مالك؟ امال لو وزير رايح ايوه يا ابني انا سايبك. مش هسيب مين يا لا مش هسيب نفسي. ايوه هسيب نفسي. تطهير النفس من النفوس الذكيه. طهرك. طهر نفسك يا طه. اهو طهر لحد ما تشوف كم نازل من وشك. ان شاء الله هينزل بلدك من وشك الدم. بلد اللي تسيبيه انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحل لك الموضوع ده يا نجلة، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه من مشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر. بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده انا هخلي ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لضربه عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرسنا ده. رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا بجيلي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله بس انت عارفه العيال دهم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي لسمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. هي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه ايه؟ المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. لا مؤاخذه معلش انا اسف انا اسف. والحاجات ديت مضايقاني من ساعه ما جيت، من ساعه ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحه، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول يعني معمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمه الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي تنقح علي. لا مؤاخذه معلش انا مؤاخذه على الكاز حتى بردك نضفه لان الموكيت ايه الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذه التات بتبقى نظيفة، المفروض كنت اقلع الجزمة بره معلش تسمحيني. لا 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 الموضوع عايز مية، ممكن حبة مية ولا هنا مية بفلوس ولا ايه؟ تفيد اجيبي مية للأستاذ رمضان. مش عارف ايه في شرخة كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيدي. ألف شكرا. يخرب بيتك يا تفيدي، سخنة نار سخنة نار. بس هعمل ايه؟ سيبك من المية والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دهي. أنا حاسس إن أنا هرجع وعندي انتفاخ. حياتي اللي بعد الانتفاخ. ممكن الحمام؟ لا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. رجيله يا جزمه، قوم يا جزمه انت. قوم قوم قوم. معلش يا استاذ رمضان معلش معلش. انا قاعد بقالي ساعه تحت النقابه وعارف ان عارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان معلش. ما بيحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك. احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. اهدي اهدي. ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ستي فيها ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. اهدي هو دي مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قلق.
مالكش دعوة بيك ملك بيا خليك في حالك مش في قلق عايز مني اللي مالكش فيك مالكش دعوة بيك ملك بيا خليك في حالك مش في قلق عايز مني بجد بصرحني وقول ريحني ما وراكش غير فاضي شوف حاجة تلاقي فيها اللي مقضيها فراغ للدرجة مالك بيا خليك في حالك مش فايقالك عايز مني ايه 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 يا رمضان يا رمضان نهارك سويد كويس مفيش حد معاني انت هتخرج من وقارك ولا ايه هتمشي ورا الحاجات الهبطة دهيا لا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا وايه دي ايه الكركبة دي الله يخرب بيتك يا تفيدي بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزة تشتغلي الناس خلاص بقت طيبت وما تشتغلش وايه دي التمزيل وصل لده كله جزمة دهب جزمة يلا ان شاء الله تتحقوا في نار جهنم يا حلم يا حلم يا حلم يا عيني عليكم على ايامك الله يرحم ايامك كان الحب بجد ايوه مش تجاري حياة النبي بقى تجاري انت وحشتني ما تشوفيش وحش يلا البس البس اللي تستاهل انت عرقانة خدي طب لبسهولي لبسهولك يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده تعرف يا رمضان انا ابتديت اتعود عليك بحياتي ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض انا نفسي اطبخ لك بايدي والله عندك في البيت ايوه والحاج والحاجه موجودين الحاج والحاجه مين دول الحاج والحاجه مين ابوك وامك نونو بابا وماما في بيروت بابا وماما في بيروت هو احنا نروح ناكل في بيروت هناكل في بيروت ايه هناكل هنا طبعا لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا ايوه لوحدي انت مش واثق فيا ولا ايه لا طبعا انا واثق فيك طب ومش واثق في نفسك لا انا بعون الله واثق في نفسي 100% امال ايه انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا ما احنا لوحدينا اهو لا احنا هنا مش لوحدينا معانا كنب وكراسي ونجف ايوه كده اضحكي انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا مالك فيه ايه لا مفيش بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر معلش ان شاء الله تجي لها تاني بالف سلامه وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين انا كمان بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل السلام عليكم اقول الشاعر نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر أقوله تاني يا